وللوقوف على آخر التطورات ينضم إلينا من الخرطوم مراسلنا أحمد العربي. أحمد، قبل أن أسألك عن تطورات المسيرات الجديدة بخصوص الحسن لبات، يعني يفترض أنه أطلع المجلس العسكري الانتقالي على ما تم التوافق عليه في إثيوبيا، لكن هل تداول أي من المعلومات أو المصادر يعني أي ردة فعل من المجلس العسكري حول ما أتى به اللبات؟ نعم داليا، هو بالفعل التقى بالمجلس العسكري وأطلعه على ما توصل إليه أو توصلت إليه المفاوضات في أديس أبابا، لكن حتى الآن لم يخرج المجلس العسكري لا بأي معلومات تفيد بأنه وافق على التعديلات أو ربما الجديد الذي سيكون في قادم المفاوضات. حتى الآن المجلس العسكري يلتزم تماما بالصمت كل قياداته، حتى آخر خطاب بالأمس لنائب رئيس المجلس العسكري تحدث فقط عن نيتهم في الوصول إلى اتفاق سياسي، تحدث عن آمالهم وتطلعاتهم في حكومة تخدم وتساعد في حلحلة الكثير جدا من المشكلات والملفات العالقة هنا في الخرطوم، والتي تحتاج إلى حكومة تسعى وتوحد الجهود ما بينها وبين المجلس العسكري الانتقالي. لكن حتى الآن معلومات حقيقية أو معلومات بهذه الدقة عن لقائهم بالمبعوث مبعوث الاتحاد الأفريقي لم تصدر حتى الآن. نعم داليا. طيب أحمد، بخصوص المسيرات الجديدة، يعني الموكب بيحمل اسم الالتزام بإعلان الحرية والتغيير، ما الذي يدور في هذا الموضوع؟ يعني هل الشارع أصبح من جديد مؤهل أنه يخرج إلى مسيرات؟ نعم يعني داليا، الشارع هو حسب المراقبين في أي وقت يمكن حتى أن يخرج على قوى الحرية والتغيير التي كانت تقوده في السابق وحتى الآن في هذه الثورة. يعني بمجرد أن رشحت معلومات تفيد بأن هناك تقاسما لمقاعد مجلس السيادة ومجلس الوزراء ما بين الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير، التوزيع لهذه المقاعد، من تنازل ومن رضي لأن يكون يحل أحد مكانه، خرجت أصلا مواكب كانت بالأمس هي مواكب طلابية، ألحقت هذه المواكب بمواكب أخرى، المئات الذين خرجوا إلى الشارع مطالبين بأن لا تقسيم للسلطة في الفترة الانتقالية إلا على أساس الكفاءات، ولا تقسيم للسلطة لا على أساس الحزبية ولا على أساس المحاصصات الحزبية. هذا دعا قوى الحرية والتغيير وعبر صفحة تجمع المهنيين أن أذعنت لهذا الحديث الذي هو الآن هو حديث الشارع السوداني عن أن هناك تقاسما ربما سيحدث للسلطة في السودان ما بين مكونات قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي. هم مباشرة أصدروا بيانا دعوا فيه أن تكون مواكب يوم غد الخميس بعنوان الالتزام بإعلان الحرية والتغيير، والذي يقول أنه الحكومة أو السلطة التي يجب أن تدير. طيب يعني هل أفهم من كلامك أحمد أنه الشارع السوداني على الأقل يبدو غير مرتاح لما يحدث في أديس أبابا، هل هذا ما أفهمه؟ يعني يمكننا القول أنه ربما يكون مرتاحا لما يمكن أن تصل إليه المفاوضات في حلحلة القضية أو الخلاف ما بين الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير، لكنه ليس مرتاحا لأن تكون هنالك عملية تقسيم للسلطة ما بين مكونات قوى الحرية والتغيير على أي أساس. هو يرفض ذلك، يريد فقط حكومة كفاءات. لذلك الشيء الذي دعا مباشرة قوى الحرية والتغيير بأن تدعو أن يكون موكب الغد يوم الخميس هو موكب بعنوان الإعلان بالالتزام بإعلان الحرية والتغيير، وأن تدعو الذين سيسيرون في هذا المواكب في هذه المواكب إلى التوجه إلى مقر تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير في العاصمة والولايات. نعم، سنعود إليك بكل تأكيد أحمد مع أي مستجدات مراسلنا من الخرطوم أحمد العربي. شكرا جزيلا لك.